السلام عليكم الزول في اللوان، الحمد لله راكم بخير. وراكم في عنابة، في ألجي، في بشار، في سعيدة، في وهران، الحمد لله ما شاء الله. هذه البلاد على بالكم فيها مفاجآت، ديما ديما مفاجآت. Il y a toujours des surprises dans notre pays. الحمد لله بورانا نشوفوا بلي راهم يبدلوا الامور. بون مازال السراقين في الوسط الحكومه وتقدر اللي سرق 10 مليار سنتيم من الجيش ومن سوناتراك مازال يحكم في سوناتراك. مصطفى قيتوني اللي زاد الفاتوره تاع المرضيه تاع وزاره الدفاع وتاع وزاره الداخليه مازال وزير الطاقه. احنا ما فهمناش كيف المدير الشرطه سي الهمل خرجوه، كيف مدير الدرك الوطني سي مداد خرجوه، والسراقين تاع الصح مازالوا في وسط الحكومه. هذه ما فهمناهاش. اون توكا الموضوع تاع اليوم يعطيهم الصحه للميليتون ديما هنايا بارك الله فيكم. فوالا رانا امام المقر تاع فيسبوك، وعلى بالكم باللي صرا لابيغاتاج تاع فيسبوك بين 14 و 17 ديسمبر 2017 وحتى الان ما طاو حتى جواب. وعلى بالكم باللي بيراطاوها باه يعني الناس كيديروا اللايف لي نوتيفيكاسيون ما يوصلوش. وهذا هو المقر الصحيح تاع فيسبوك 6 رو بينار dans le deuxième arrondissement de Paris à côté de la bourse. À côté de la bourse c'est les deux derniers étages là. Voilà, là. Les deux derniers étages. وعلى بالنا باللي فيسبوك مع شي ناس في السلطات الجزائريين تفهموا باه يديروا السابوتاج تاع لاباج فيسبوك. حنا ما سكتوش، حنا درنا قدمنا الشكوى هنايا في فرنسا، بغينا نقدموا الشكوى في البلاد ما قبلوهاش، بصح حنايا ما نسكتوش وديما نكونوا هنايا ونفهموهم باللي حاجه اللي راهي غير قانونيه ما قبلوهاش. بون هضرنا على لاكوكايد باسكو الناس راهم يقولوا كيف راك كيف رشيد ما هضرش على كوكايد. حنا الوالا اللي هضرنا على ضربات على كوكايين، حنا الوالا هضرنا على ضربات كوكايين والناس شافوا لا فيديو. فوق 350 الف مواطنين جزائريين شافوا لا فيديو اللي درناها على ضربات على كوكايين امام قنصليه جزائريه في مدينه ختاي. دونك فوالا السلام عليكم الزول، واش راكم سي فريد؟ بخير خويا. السلام عليكم الزول في اللون. الزول في اللاك. الوغ كيس كيسبا هذه فيسبوك، كيف فيسبوك بحال الشركه خاصه يعني سوسيتي بريفي كيف يخدموا مع شي ناس في النظام الجزائري بيديروا سابوتاج على باج فيسبوك وحتى الان ما بغاوش يستعرفوا. رشيد فاسون هذه معروفه كلش، وين كاين مام فيسبوك ولا اي شركه ولا وين كاين دراهم كاينين ديجا لا بروف. راك شوف السمانه في لا دينيير فوا كانت عندنا باش لا مانيف هذيك، راك شفت لا بريفيكتور تالمو على بالهم بلي واش راه يسرى هكذا عطاونا اون فوس ادريس. اي وي ورحنا ادريس اوفيسيال اوفيسيال رحنا، مي كي لحقنا تما فاسون كي تكون مانيف ولا حاجه لازم لا بوليس يكونوا كيما اليوم. شوف لا بوليس هما هنايا سيفيل تاع لا بريفيكتور يعسوا تما هذو كاع راهم خدمين فيسبوك هذو كاع يخدموا كاع هنا صافي. اليوم كي عاد جينا تسمى عندنا لادريس اكزاكت ومن هنا راك تشوف لا بوليس هما مقر صحيح 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 يعني تاع تاع فيسبوك. C'est vrai, vous vous connaissez ou pas? Non, oui, je connais. Vous connaissez où? Je suis allé à Alger une soirée et oui. Après dans le sud tunisien à Djanet. Et ça vous Djanet c'est en Algérie, hein? Oui. Et ça vous a plu l'Algérie? Oui, c'était bien, vachement bien. Dommage que c'est une belle ville. Et Marie, elle connaît bien l'Algérie apparemment. Je connais pas, je suis algérienne d'origine, mais je connais pas l'Algérie. Où ça en Algérie exactement? Skikda. Skikda, là, Ibarek. C'est une très jolie ville, balnéaire et pétrolière. Comme ça. Donc vous êtes né en Algérie? Non, en France. En France, là, Ibarek. فوالا الناس يفرحوا بالعلم الجزائري صافي بيجي. ميرسي ماما. ميرسي افو. ميرسي افو بو كوراج اي بيان فوني اون الجيري. مرحبا بكم. اي با مرحبا بكم سي جونتي. فوالا سيربريز مفاجأة. فوالا كانوا اي با قلت لك رشيد خويا
اليوم كي عاد المقر تاع الصح لادريس تاع اكزاكت هاو هنايا بون عندهم دوز ايطاج هنايا رانا ديغيير اوبيرا سي رو مينا دون دوزيام ديغيير اوبيرا وين كاين لاجونس تاعنا تاع الجزائر تاع لي باطو كيما نقولوا البحر تاع البابور باش ريزيرفاسيون تاع البابور تاع الجزائر هنا لاجونس تاعنا قلت لك رشيد خويا هنا كي عاد عندنا لادريس تاع الصح راك تشوف لا بوليس ديجا هم هنايا بون يوم جينا باش نقول لهم برك باللي رانا على بالنا لادريس تاعكم وين وان شاء الله باذن الله راح نولوا ليهم باش نوري لهم باللي اوني لا ما نخل ما نطلقوهمش حتى ريكيبيرو لا بوات تاعنا ان شاء الله. عندي سؤال سي فريد, كيفاش شركه عالميه كيما فيسبوك تخبي العنوان تاعها؟ بوركوا الكاش سون ادريس؟ حتى واحد ما على بالوش باللي فيسبوك راه مهلايا. بصح رشيد بالك خباو علينا احنا برك. لا لا بارتو بارتو اه والو اي ما تكسا فوالا سي فيسبوك عندهم هذاك الساعه عندهم شاش عندهم فوالا مي سي يعني ils ont fait ils ont donné de fausses adresses concernant le siège social. C'est incroyable. Bien sûr c'est Rachid de toute façon Rachid c'est le Facebook ou la gars c'est ou من اللي يخافوا يخافوا رشيد عندهم رشيد باينه من الاول اللي خيط هضرنا على الشيء هذا قلت لك مادام سرقوا لنا كيما نقولوا لا بواط سرقوا لنا يتسمى السلاح تاعنا كان عندنا هذا هو السلاح تاعنا كنا نحاربوا به ما عندناش كلاش ما عندنا والو واش عندنا شوف عندنا هذا الحمد لله وعندنا التليفون كنا نحارب واش صافي وعلى بالك رشيد حاجه هذه مام تهضر مع الناس هنايا اللي يعرفوا ديجا جينيور خلصوا مدوا دراهم باسكو باش يدوا لابوط خلصوا مدوا دراهم كبار باش داو لابوط هذيك تاعنا عندنا مليون فوق مليون بشر تبعوا لابان كاين 509 برك ما يتبعوا صح بورتاج رشيد يا رشيد لابوط رشيد اللايف ما يجيش ديريكتومون لي نوتيفيكاسيون ما يوصلوش هذه الشركه هذه اللي سابوطات لاباج لاباج رشيد لاباج تاعنا برك هذه فوالا لاباج تاعنا باسكو هذه هي عندهم ضغوطات خلصوا مدوا دراهم كلش باش يكسرونا بصح حنا ما تكسروش باذن الله باسكو واش عندنا قلت لك عندنا ربي سبحانه وعندنا الاعلام هذا وين نروحوا هاو معنا وعندنا التليفون والتيرا ما تنساش الحمد لله لازم التيرا سي عمر واش راك والله لاباس الحمد لله واش راكم انتم الحمد لله اللي هديك هلا بو خبنا العنوان اليوم الحمد لله مش كيما هذيك لا دانيا فوا كيما رحنا للبلاصه هذيك وما هيش الشيء هذا هو الشيء قلت لك دوكا كيما دير لي لايف يلحقونا من بعد صافي دير حنا ما نقدروش نشوفوا لي لايف اون ديريكت لي نوتيفيكاسيون ما يوصلوش سي سي بور سا دوك كيما تلقى 600 ولا 500 واحد يتفرج سي نورمال باسكو داروا لنا سابوطاج سابوطاج صار بي تعرفوا باسكو لافوكا تاع فيسبوك كتبت لي وقالت لي وي باللي حبسنا لا باج باسكو راك دير سياسه في البلاد منذ 2014 كارثه على بالهم كتبوها نوار سور بلون ونعطي الدليل للشعب الجزائري ان شاء الله فوالا قالت بلي راك دير راك تطلب من الناس بلي يسدوك على الانتخابات في الجزائر سي كراف كو ميم وهذه بوكان هذه لاباج اوفيسيال يعني هما سيرتيفي يعني مش انا خرجتها من راسي عند هذاك الزرق هذاك بلي رانا مستعرفين بلي ذكاء رشيد يدير سياسه في البلاد يعني دير السياسه كما قلنا ودوك الفيسبوك دوك عاد خير من لي شان دوك يعني بالفيسبوك دوك الناس تخزر فيك دي مليون يخزروا فيك خير من لا تيلي دوك يعني الكلمه تاعك راه تصفى للشباب لا لا الحمد لله كلمتنا الحمد لله ما شاء الله دوك دوك ورانا الظروف في البلاد الحمد لله دوك الحمد لله ربي مبروك عليك رشيد مبروك علينا كل جميع شربت قهوه خيط في لاكرون بوست شوف قهوه خيط لاكرون بوست في علامه عند قايد صالح بشار منطقة عسكرية ما شاء الله 1-2-3 تحية البلاد يا خويا مرحبا بك يا خويا صافي بليزير شفنا في لاكرون بوست رانا خير بكري مع خونا لطفي نسلموا عليه ثاني بزاف نحيوه يا خويا صافي بليزير ماذا بينا ان شاء الله يخلوك الدور في لي 48 ولاية سورتو البلديات مع الانتخابات ان شاء الله فوالا ان شاء الله هذه يا خويا كيما نقولوا انت ما راكش دير رشيد ما راكش دير المال ولا حاجه تسمى راك الحمد لله راك سوغ التيغا راك ما راكش دير حاجه ماشي مليحه ولا حاجه راك تشوف الشعب راك تمشي الحمد لله فوالا الاخرين رانا نشوفوا المعارضين الاخرين رشيد خويا
والو ما نشوفوا فيهم ما كان حتى واحد شغل تيغان ولا كذا قاعد انا عندي ما هوش معارضين سيد الاخر تاع لي بارتي ما كان ما عندهم حتى حاجه فهمت كيف كل واحد يدير على حساب فوالا هذه هي واش يقدر يدير وهذه هي الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله الدور كيما نقولوا ليبر في بلادك لا لا الحمد لله صافي صافي تعاقلوا الحمد لله يا ربي ان توكا سي الهابل قبل ما يروح قال لي بلي دير لونكيت وان شاء الله نعطي تعليمات بهذا الدور قلت له تعليمات ولا قانون قانون هذه هي الجزائر يا خويا هذه فوالا واش راك تقول لي في الحمد لله بخير ونبداو ديما الكلمة الزول والجزائر لا تزول يعطيك الصحة الزول ورشيد نكاز لا يزول يعطيك الصحة نرجعوا للقضية تاع فيسبوك الا واش رايك الفيسبوك هذه قضية تري غراف فيسبوك نورمالمون راه عنده 1 مليار كيلو 1,700,000 دابوني ولا لاباج تاعنا تاع الاخر فيها 1 مليون كيلو بزاف هذه وانا نطالب ولد قدور وقيتوني اغيت دبي فيسبوك باش تصابوتيو رشيد نكاز لا تصابوتيو هذه لاباج كاين دي زوتر باج كاين تيرا كاين كلش انا عمري اذا الدوله تخلص على واحد اللي يقول لا للفساد واحد يقول لا للفساد وهما يخلصوا عليه صار ربي كشفهم ها شفت وليد ولد قدور صافي عام ونص وحنا نهضروا عليه باللي هذاك فاسد سراق وراه يخزن في الدرهم في لبنان الامارات هذا ولد قدور الحمد لله يعطيك الصحة انا نقولها لك يبلونشي الدراهم وما ندخلوش الحمد لله الاعلان الجزائري فيها قولوا ربي ما ندخلوش في التحاليل باسكو ماهوش الموضوع اليوم ما نرجعوش للكونت تاع 1996 هذا تحسنوا معاه لاكور باش يبلونشي لهم لارجون دراهم يبلونشيهم راه فاسد الهام اللي خرجتوه في 2 مينوت وهذا ولد قدور وقيتوني ما كانش ما لا تحقيق لا والو حنا نطالبوا العداله الجزائريه وعلى راسهم القايد صالح لازم تتحقق مع هذ الناس رشيد نكاز راه من 2014 يقول لكم هذ الناس بلي راهم سارقين راهم فاسدين لازم تجاوبوا مع الناس الناس شعبي وراه عنده الحق عندنا الحق نهضروا عندنا الحق نقولوا هذه هي السياسه ونهضروا على المعارضة، المعارضة ما كاينش، كاين رشيد نكياز معارض برك، الآخرين ما كاينش. والمناضل اللي صحيح. المعارضة اللي عندها والحقوق الإنسان كيما بشار، كيما غيليزان، تبسا، حتى المعارضة اللي عندهم باسبور ديبلوماتيك ماهيش معارضة خويا رشيد. بدون إعطاء الأسماوات، وراهم يعرفوا رواحهم. وإن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير للبلاد كيما راك دير، والحمد لله صافي بليزير راك رحت. لا سميت شويه لهوا لا ليبرتي راني ما حبسش كاع وحشتها واش عامين سيدي ايوه عامين الحبس بزاف الحمد لله الحمد لله وعلى الحبيات تاعك تمشي ما تمشي في بلادك عامين كنت في الحبس كيف في الحبس ما باين في الحبس مغلوق عليك راك باين في الحبس تربحوا الى عيبر الحمد لله تعقلوا هذا هو ربي كلشي يبقى في التاريخ واش صرا في 62 رانا نحكوا عليه حنا واش صرا دروك ليستوار تاعك ما تمولش ديسي سي كونتون يحكوها اولاد ولادنا يحكوا الاولاد هذو اللي راهم يحكموا بياتكم باللي داروا ليبيروا الناس خلوا الناس الاخر واعطونا لاغريمون راني نطالب في المسيو بدوي لازم تتدخلوا تعطينا لاغريمون على بالي بلي راك قريب نومي بروي مينيستر دير ان جيست واعطينا لاغريمون يا صاحبي عطينا لاغريمون باش نعودوا ليبر نديروا لي ميتينغ في الجزائر نديروا بارتو والمجد والخلود لشهداء الابرار الزول وام جي سي لا يزول يعطيكم الصحة اي برافو واش راكم ديروا مناضلين ومناضلات في لي كونسولا باه جمعوا توقيعات باه يعطونا الاعتماد بور الحزب ان شاء الله بارك الله فيكم صافي بليزير فوالا افيك ماريا كريمة فريد اغيلاف ناصر وكاع جماعة محمد اتيتيرا يعطيكم الصحة كاع خونا العزيز السلام عليكم الزول صباح الخير زول في الاول انت مثلا يعطيك الصحه مرحبا بك جيتنا من الجزائر لا جيت الحمد لله جيت من بشار او على بالي سخانه كيف راهي تما والله 52 انا شفتها واحد بالترمومتر تاعو لحق حتى 64 دوغري نعرفوها بلادنا سخونه لازم لها الناس اللي يوفروا الامكانيات للشعب باش يعيش مليح ماشي تكون عايش في الصحراء وتزيد ما عندكش الماء وتزيد ما عندكش لي مويان وين تروح اكشفت بعينك مشكل في الاغواط ما عندهمش الماء مشكل في
كامل الولايات اللي في الجزائر الاغلبيه مهم. واش حبيت نقول لك اليوم رانا هنايا رانا في لاري مينا سيسمو مينا فوالا اللي بغي يعرف وين راه المقر تاع فيسبوك هنايا دوزيام اروديسمون باري مترو بورس رو مينار 6 رو مينار هذا هو المقر تاع الصح تاع فيسبوك راهم يخبوا فيه. فوالا جيبي لادريس تفضل. علاش ولينا علاش جينا لهنايا بوغ دينونسي سكي سباس سكي سباس سي فريمون اونتو كيفاش واحد عنده اون باج واترافيغ لا باج هادي يمد دي زانفورماسيون للشعب باش ينوروا باش يفهموا سي سا هذا سي ان فورمي سي با بور انفلونسي لي جون سي بور لي انفورمي سي سا. وانا على حسب ما نشفى في لا باج تاعك كنت انت البريمي اللي هضرت على لوسبيتاليزاسيون لو بريزيدون لا ريبوبليك كي راح قدام بال دو غراس وصارت بوليميك في الجزائر قال لك كيفاش ما كاينش منها راهو في الجزائر ايفيكتيفمون كان هنا كان هنا هذه فوالا هذه لا بروميير فوا دوكا النظام تاعنا يشوف هذه كيفاش واحد يخرج لنا في امور حنا من المفروض نخبوهم هي نورمال من المفروض ما تخبوهمش من المفروض هذه المعلومات تقولهم للشعب الشعب من حقه يعرف واش كاين واش كاين في البلاد يعرف على الرئيس تاعه هو انتخبوا ياك تقول هو انتخبوا في على الفساد شفتو في لاباج فوالا هذه الاولى. مره ثانيه كي راح لكرونوب كومون سا سفي ان بريزيدون لا ريبوبليك يخلي بلاد كامل يروح دون ان بيتي باتلان في كرونوب يروح كلينيك بريفي. انا كي شفتها فريمون هنا تحس بلي شغل عنده كونفيونس في الميديسان فرونسي ما عندوش كونفيونس في الميديسان تاعنا اون بليس دي سا لو كان خدمت في بلادك لو كان درت لهم لي زوبيتو لو كان خدمت مليح خدمت طورت النظام تاع نظام الصحه ونظام التربوي كامل ما تجيش لهنا يا باش تداوي كي تروح كلينيك بريفي في لا فرونس عندك بلي هي خير من لوبيتال باشا مصطفى باشا ولا فريمون كي تشوف امور كيما هادو تفهم بلي النظام تاعنا كوم سي يشوف الجزائر يشوفها كوم سي لا بونليو فرونسيز سي كوم سا كي شغل راك هنا لا فرونس هنا كعايش هنا كاين كلش في لو سونتر فيل لي شاف ليو دو ولايه وشاف ليو دي بريفيكتور وكشغل الجزائر هي لا بونليو كشغل هي خارجه شويه على هذا هكذا انا نشوفها كي نشوف بريزيدون لا ريبوبليك يجي كلينيك بريفي اون فرونس يعني راك تقول مازلنا في وقت الاستعمار يعني تقول مازلنا الجزائر الفرنسا كيف يعني فوالا دي فوا عندي لامبريسيون هذا جي لامبريسيون شوف بلي كوم سي مازلنا في وقت الاستعمار مازلنا كشغل هما سي دي فونكسيونير دو ليتا فرونسي اون الجيري خدموا بلادنا عندنا استقلال دينا استقلال تاعنا في 62 خدموا البلاد باش نكونوا لو فيزافي دي زوتر بيي علاش نلحقوا حتى نولوا كلش هنا في فرنسا خدم بلادك علاش قلنا لك بوليسي ساع قلتو كيف فيسبوك تخدم مع الناس في البلاد يبلوكو لا باج علاش قال لي دي زانتيغي سوبيريور بوليس هذا نوروش الله قالها لي ليش اللي هي دي زانتيغي سوبيريور مي راشيد على بها هذه صافي بيزار هكاك يقولها يستعرفوا كان دي شوس اون ديكلاري ما يقدرش يقولوهم اوفيسيالمون ما يقدرش يقولوهم كامل الناس على بالهم بصح ما يقدروش يقولوهم اللي هي لا ريزون ديتا باسكو حنا شكينا بفيسبوك هنايا ما داروا والو ما داروا والو لو موا دو ديسمبر 2017 بصح حنا والو علاش انا حبيت لافوكا برتا سلبية علاش بلوكاو لك علاش تبريماو لك لاباج تاعك انا هذه اللي حبيت انا نقول لك اما يقولوا بلي مديت دي فيك نيوز فيك نيوز سي سا سي كوم سي هذا واش ما يقولوا كي تقول انت البريزيدون كي تقول البريزيدون فيك نيوز كي تقول البريزيدون فرونسا راهو هنا اوسبيتاليزي بال دو كراس فيك نيوز هذه ستين رياليتي الناس قاعدة بها ستين فيغيفي هذه هما اللي يشوفوها انا شفت لي زارغيمون اللي عطيتهم منا بلي سي بلي راك تمد ديزانفورماسيون فوس فوديلوز هكاك فيسبوك يقول
هي تكون بصح بلاص نورمال بصح كي ديروا بتيت اناليز وراه لا فوس انفورماسيون استاذ كي قلت البريزيدون بلا فال دو غراس تي فوس انفورماسيون وكي قلت له سورتو بلي راهم يسرقوا في الدراهم بالدليل كي قلت لهم بلي راهم يسرقوا بالدليل التقرير تاع سي ويحيى وتاع سي بدرسي فريمون اوني با اوني با ديب اوني با بات il faut pas nous prendre pour des bêtes ou des stupides انا نفهمين كلش على بالنا واش صاري دوكا تاك ديرونجيتهم بلا باج تاعك ديرونجيتهم دوكا فرنسا عندها دي زانتيري ليها سي بور سا هي هي البريفير تبلوكي لك لا باج تاعك وما تخسرش لي كليون تاعها لا جواب تاع لا باج سهل انا نجاوب جواب روح بوزي لا كيستيون وتقدر وكيتول تعرف على واش لا باج بلوكيت انا راني بوزيها لهم ديريكت اذا هم كابابل العشيه يديروا جلسه ويقولوا على واش بلوكاو لا باج تاع رشيد الكاس انا باسكو يقول باللي لا الفساد هذا هي هذا ديزانتيري هذا يوبيو باسكو يمدوا لك الدراهم طوبي هو ما يحوسوا على المدخول هذه هي il faut poser la question à ولد قدور يقيتوني علاش لا باج هذه تبلوكيت هما يقولوا لك باسكو يدي دي شوز فري مستناش باش نسقسيو القدور ما نسقسيش كالكان كي ني با فريمون هو هو ديجا ني با كريديب كيفاش نسقسيو هذا علاش باش ما حكموش سا دوموند با دات اكسبير سا دوموند با تكون فريمون واحد اللي يفهم مليح في الانفورماتيك ولا يفهم في لا بوليتيك باش يفهم بلي واحد كيدير ونجيهم في لا باج تاعو يبلوكيوها فارمي تعرفوا سي ساكي كرويا مي تعرفوا بصح سي فيسبوك اسكو تعرف بلي بلوكا ولا مي اسكو سي ديك كي تستعرف يستعرفوا باري كري يا باري كري افيك لافوكات تو افيك لافوكات فوالا هذا هو الحال هذا هو الحال تاع لو موند اللي انا فايش تاعهم ايبوكريت اي براغماتيك يتبعوا في لي زانتيري تاعهم هذه هي تاعش قال لي 2014 طلبت من الجزائريين في لاباج تاعك باللي صندوق على الانتخابات سي نورمال على السياسي قال لك سي ليجيبل فو اي ترومبور يعني راك تكذب على الناس يا ودي قلت لهم خاف والله علي ندير يا با نورمالمون لا 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 رشيد لافوكات هكا كتبت نورمالمون فيسبوك حاجه كي تصرا كيما حاجه كيما هذه نورمالمون يبوزو بيك بلانت نورمالمون مي هي ريان سي كو بلوكا كل شيء سي كو سما واش صرا في ليزيتازوني واش صرا في ليزيتازوني مع لي روس مع لي روس لي روس هما لي انفلونسور عندهم لي بيرات نعرفهم لي هاكر les plus expérimentés dans le monde c'est bien les Russes ils ont influencé l'électorat américain voilà tu as les américains le وقت الحفله الانتخابيه الامريكيه voilà كانوا contre Hillary Clinton c'est ma une partie les quêtes indécis entre les deux ils ont influencé par Facebook حنا كيشوفوا روحهم قالوا باللي على حساب الانتخابات في الجزائر مانغري les excuses مانغري les excuses لا باج بيراتاج وقع في التمساح ما تروحش بعيد ولد قدور منين وكيتوني منين وافر منين فو با لي تخي لوان بيراتاج تاع لا باج وقع في التمساح نهار فاقوا فقنا باللي من عندهم مدوا دراهم باش في الجزائر ما بغاوش يستقبلوا الشكوى الشكوى باسكو سي با زان ايتا دو تروا باينه ماش دولت قانون ماش دولت تحقق قانون قلت لك مالغري لي زيكسكوز تاع لو باترون دو فيسبوك زوكرنبرغ و دام الكونغري زيكسكوز مي سي با سي با لا ميم تايا هنا ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف انا بين لي زيليكسيون تاع لي زيتازوني وبين انا اوبوزون الجيريان صافي دو ماشي كيف كيف انا لو كنت الحق لافير تاعك تكون انترناسيونال دون سكالا بوتيت يكون بالك واحد يكون فوالا يكون ديريكتور ولا تاع فيسبوك يقدر دوموند دي زيكسكوز ان شاء الله انتو كنوصلوها بعيد ان شاء الله ما نحبسوش انا لا ما جوستومون انا لاباج يحبسوا لاباج حنا ما نحبسوش حنا رانا في الميدان بارتو هذه باج حبستوها حنا نكشفوا هاد الناس على واش حبست لاباج هذه نشوفوهم غير بشويه ونطالبوا من السلطات الجزائريه تحقق مع هاد الناس اللي راها واحد ضرب 10000 مليار واحد 15000 مليار واحد حقوا مع هاد الناس ويجوا يشوفوا انا ليبيا تاعهم هادو ليبيا تاع الجزائريين والسياسه حق باش يقول لك من 2014 انا درك كنت ترشح بيسير نهضر للشعب بساندوني سي دي جي سي دي بارول هذه هي هذه السياسه هذه هي السياسه لازم الناس
تطلب من الناس. علاش فتحت؟ السلام عليكم. فوالا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. فوالا ميرسي بوكو. واللي بغى يجي معنا الحفل مرحبا به. ونهضروا على تاريخ رمضان. على مرزوق تواتي اللي راه في الحبس في بلادنا. فوالا يعني نهضروا شويه على العداله. كان لو بلوغور وي وي اون دو بروفيتي دو لوكازيون بور دينونسي سكي سباس اون انجيا. بزاف ديال لينشارج جوديسيير كونت لي بلوغور اي لي ميليتون دي دروات. فوالا لي ميليتون راك عدات على مسيو تواتي وكاين ان اوتر البارح ديجا اذا تحب تدينا مسيو سلمي. سلمي فوالا فوالا سلمي بون هذا استني ايشونتيون بارمي لي بلوغور الناس اللي راهم كيستعملوا الفيسبوك يستعملوا فيسبوك بور سيكسبريمي باش يمدوا لافي تاعهم واش دير الدوله تسلط عليهم الجهاز القضائي باش يرتعون باش يحبسوا باش ما يقولش باش يخافوا الردع باش يطلعوا كاين سياسي فوالا تشوف هنايا لي ديبو دو ميزور صدي واحد اللي يسرق البلاد كامل ويلحقها حتى وين ولينا في التقشف وكامل هذه سي نورمال واحد اللي يقول كلمه الحق ولا يدينونسي لا كوريبسيون ولا لي جوستيس في الجيري يلحق ولي لي باسيبل دو 2 ans jusqu'à 6 ans de prison plus la monte. هنايا تعرف بلي ميم القضاء تاعنا ماهوش مستقل هذه انا عارفينها ماهوش مستقل سي بون بون الله يسلمكم وبارك الله فيكم اي اوني افيك فو جوسكا لا فا يعطيكم الصحه. فوالا رانا ديما هنا على بالكم بلي انا عندي باسبور جزائري على بالكم بلي ما بغاوش يعاودوه ليا ما تفهموا مليح ما بغاوش يعاودوه لي على بالكم اللي ما بغاوش يعاودوه لي الباسبور صافي معليش راني ندور في الجزائر سي جا با مال والعالم ان شاء الله اي اون فا كونتينيو ان شاء الله قدام الحبس وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه صحيتو.